صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 84 لسنه 2023 بتعديل الماده الثانيه من المرسوم رقم 57 لسنه 2016 بشان تبعيه وتنظيم هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 57 لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقرة جديدة برقم رابعا ويعاد ترقيم باقي الفقرات تبعا لذلك نصها الآتي رابعا إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة